متابعي قناة شقق فاس، كنرحب بكم في الضخامة 138 والمساحة ديال 147 بلاك سانسور، وكذلك بالكراج ديال الطوموبيلات. وعندك جوج ديال لي زابارتمون في الايطاج نعطيكم، والجميل في الغرفة مفتوحة كذلك على بالكم. شوفوا المطبخ اللي كتمناه اي سيدة في الشقة ديالها. متابعي قناة شقق فاس، كنرحب بكم في الضخامة وكذلك في الفخامة في مجال الشقق. عندنا مساحة ديال 136 وكذلك 138 والمساحة ديال 147 بلاكور في الطبق الاول. حنا في بناية من اير بلوس كارت بالسانسور وكذلك بالكراج ديال الطوموبيلات. وعندك جوج ديال لي زابارتمون في الايطاج نعطيكم شقة في الطبق الثاني بمساحة ديال 136 كنموذج لافينيسيون وكذلك التصميم. بالنسبة للملكية المشتركة اللي كتواجد عندنا لاسانسور وكذلك الباركينج والدروج عادي كملكية مشتركة وكذلك السطح. عندك جوج ديال لي زابارتمون في الطابق بمساحة تقريبا نفس المساحة ونفس التصميم. الإطلالة مختلفة، كاينة إطلالة على شارع ديال 30 متر وإطلالة على شقة بإطلالة على شارع ديال 15. في المدخل ديال الشقق كيتواجد عندك الاستقبال عبارة عن صالون وكذلك السيجور، ديزاين مخصص للجلسة البلدية وديزاين مخصص للجلسة الرومية. بالنسبة للشقق الأرضية بالرخام، صالون مبهج وكذلك متسع ومريح للضيوف ديالك، وبإطلالة جميلة على الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي وكذلك عفوا الجنوب الغربي على شارع كبير دوبل فوا، شارع ديال 30 متر، شقق مشمسة بشكل كافي كما كتشوفوا حاليا الشمس كتواجد في القلب ديال الشقق. الصباغة طاغي عليها سامبل وبلاتينيا وديزاين مجهز بالسبوت وكذلك بالليد كيعطي رونق جميل للشقق. الشقق بثلاثة ديال الغرف، المقاول كل حاجة عطاها الحق ديالها من ناحية المساحة. هذا مرفق صحي مخصص للضيوف بمساحة كبيرة، مجهز بزجاج ترومبي وكذلك بباقي الاكسسوارات، المرايا والفاسك ومزلج في الحيوطة وكذلك في البلافو. والأرضية ديالو كذلك بالرخام. كنحاول معكم نعطيكم جميع التفاصيل على لافينيسيون ديال الشقق. نشوفوا الغرف، الغرف جميلة من ناحية المساحة. وعندك جوج ديال الغرف بالبلاكار كما كتشوفوا. هذه الغرفة هذه العرض ديالها تقريبا 4 متر، عفوا الطول ديالها تقريبا 4 متر والعرض ديالها كيفوق 3 متر ونص. وكيتواجد في القلب ديالها هذه الخزانه من جوج ديال البيبان كوليس مقسمه ومغلفه بالام دي اف، تقسيم جميل. بلاصه ديال العلاقه ديال الملابس، وكتواجد كيتواجد لي سباس مخصص للترتيب ديال الملابس. الصباغه اللي كتواجد في الغرف بلاتينيا والارضيه كذلك بالرخام. بالنسبه لهذه الغرفه الاطلاله ديالها كتطلع على لاكور، لاكور بعرض كبير كيعطي الاضاءه وكذلك الفروجيه للمرافق اللي كتطلع عليه. الغرفه اللي شفنا الاولى ديال النوم، هذه الغرفه ديال الجلوس بمساحه كذلك كبيره وبديزاين طاغي عليه السامبل، كتجي مع اي فريشه مجهز بالليد وكذلك بالسبوت. الفيديو فون حاضر كذلك في لافينيسيون ديال الشقق. تفضلوا معنا نشوفوا المطبخ اللي كتمناه اي سيده في الشقه ديالها. جميل من ناحيه المساحه وكذلك التقسيم ديالو اجمل بالام دي اف،
ألوان جميلة والأكسسوارات بجودة عالية كاندي بالنسبة للفرن، وكذلك بالنسبة للاهوت ولا بلاك حاضرين في الأكسسوارات ديال المطبخ. وبالنسبة للمطبخ كذلك مزلج في الحيطة من الأرض حتى للبلافو، لون جميل في الزليج، لون مفتوح كيعطي الفروجية للمطبخ، وكذلك ديزاين طاغي عليه سامبل ومجهز بأضواء عصرية. والجميل في المطبخ مفتوح على بالكون بإطلالة على شارع كبير، شارع دوبل فوا، مشمس بشكل كافي. بالنسبة للبوتاجي بالجالاكسي، والتقسيم ديال المطبخ كيوفر لك البلاصة ديال المصبانة، وكذلك البلاصة ديال الغسالة ديال المواعين، والإسباس مخصص للثلاجة. والأرضية ديال المطبخ كذلك بالرخام. خليكم في لا فيديو باش طلعوا على جميع التفاصيل ديال لا فينيسيون. تصميم جميل، عندك الاستقبال في المدخل، وجميع المرافق ديالك مخصصة للعائلة بعيدة عن الاستقبال. هذه الغرفة الرئيسية ديال النوم، في المدخل ديالها حمام، حمام كذلك بنفس اللمسة ديال الحمام اللي شفتو ديال الضيوف، وكتواجد فوق منه السدة. بالنسبة للسدة راه كتواجد فوق الحمام اللي شفتو ديال الضيوف، وكذلك الحمام اللي في القلب ديال الغرفة. غرفة جميلة من ناحية اللمسة الأخيرة، وكذلك وكذلك التقسيم والإطلالة على الدوبل فوا. بالنسبة حتى هي كتواجد في هذا البلاكار من جوج ديال البيبان كوليس، التقسيم ديالها جميل، وكذلك الديكور فرازية الناموسية، وجميع لي زانستالاسيون اللي كتحتاجهم في الغرفة متوفرين، لي طابل دونوي، وكذلك لا تيليفزيون، وكذلك كيتواجد لاكليم. والجميل في الغرفة مفتوحة كذلك على بالكون بمساحة كبيرة وبإطلالة على شارع كبير. سون فيزافي، شارع ديال 30 متر. الجودة ديال الألمنيوم اللي استعمل المقاول بالنسبة للأبواب ديال لي بالكون، كذلك السراج دوبل فيتراج، وكذلك بالنسبة للاكارد ديال الشراجم بالإينوكس. نتمنى تكونوا طلعتوا على جميع التفاصيل، وكذلك التصميم ديال الشقق. وبالنسبة للموقع، حنا كنتواجدوا في طريق عين الشقاف وفي رياض الياسمين، قريب ليك جميع المرافق، المدرسة العمومية، وكذلك المسجد، جامع الجوامع، لونيكا، وكذلك بلونكو. موقع جميل من ناحية السكن، والأجمل في الشقق، عندنا شقق على دوبل فوا على شارع 30 متر، وشقق بإطلالة على 15 متر بإطلالة شرقية كتكون مشمسة في الفترة الصباحية بشكل كافي. وبالنسبة للثمن ديال الشقق، كثمن أول قابل للتفاوض بهذا الفينيسيون بهذا الموقع هو 7500 درهم للمتر، وغتلقاو عروض مختلفة في مختلف أحياء مدينة فاس على الصفحة ديالنا على الفيسبوك، كذلك الانستغرام شقق فاس، وكذلك فيديوهات تفصيلية على القناة ديالنا شقق فاس.